قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن خطر انتشار مرض جوردري القردة منخفض للغاية لكنه مرتفع لدى مجموعات معينة. وأوضحت مديرة وكالة الصحة الأوروبية أندريا مون أن معظم الحالات الراهنة صاحبتها أعراض خفيفة، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة المعنية بالأمراض المعدية في الدنمارك تأكيد أول إصابة بالمرض في البلاد. نصح خبراء الصحة بالمملكة المتحدة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصابين بجدري القردة بعزل أنفسهم لمدة 3 أسابيع وتجنب الاختلاط بالأطفال. وحثت الإرشادات الجديدة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الذين لديهم اتصال مباشر غير محمي أو اتصال بأي شديد الخطورة على العزلة الذاتية.